وللمزيد من المتابعة حول أعمال اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ينضم إلينا من مقر المجلس بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. بعد التحية كريم، يعني ضعنا في تفاصيل اليوم الثاني لعمل اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة وأبرز ما جاء من مناقشات بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هنا من مقر مجلس النواب بالقاهرة نتحدث عن اليوم الثاني واللجنة الرابعة، وبها عدد كبير من النواب وهم تحديدا 42 نائبا يناقشون ويستفسرون من السادة الوزراء المعنيين في الوزارات المختلفة عن الأطروحات الحكومية خلال الفترة القادمة الخاصة ببرنامج الحكومة خلال 3 سنوات قادمة. بالطبع اللجنة الأخيرة والرابعة بدأت تقريبا منذ ساعة أو ساعة ونصف تقريبا. بدأت هذه اللجنة بحضور وزير النقل، وهو في نفس الوقت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بجانب وزير الطيران المدني ووزير السياحة والأثار. ربما يكون اختيار الوزراء بناء على ارتباط هذه الوزارات أو تشابك هذه الوزارات بشكل عام من أجل المنفعة العامة التي تخص الوطن والمواطن بشكل عام. ربما من أهم النقاط هي تطوير آليات النقل خلال الفترة القادمة. تحدث أيضا عن إنشاء آليات جديدة، من أهم ربما هذه الآليات هي إنشاء 30 ميناء جاف، أي يكون ميناء استراتيجي، وأيضا يكون هذا الميناء يختلف إما لاستقبال البضائع المختلفة أو تصدير البضائع المختلفة أو في بعض الأحيان مثل موانئ الترانزيت، وهي يكون بها يعني ربما صيانة للسفن وغيرها من المستلزمات الخاصة بالسفن. هذه نقطة ربما بسيطة ضمن برنامج النقل الكبير والمتوسع لخدمة المواطن المصري، منها أيضا زيادة العمل على يعني ربما وسائل النقل الكهربائية نظرا للتوجه العام للدولة للمناخ الأخضر أو التعامل بالطاقة الخضراء. بالإضافة لذلك أيضا ملف السياحة ناقش فيه النواب وزير السياحة وبالطبع يعني تصوره لملف السياحة خلال الفترة القادمة، وتحدث عن استهداف الوصول ل30 مليون سائح خلال الفترة القادمة، ولكن أيضا الاستفادة بشكل عام من الملفات السياحية بشكل خاص الملف العلاجي وتطوير السياحة العلاجية في مصر واستغلال الثروات السياحية بالطريقة المثلى للاستفادة المثلى والقصوى من هذه الثروات. وأيضا من أهم النقاط الخاصة بملف السياحة هي تطوير المتاحف واستغلال الأمثل للمتاحف. ربما كانت هذه أهم الملفات التي تم طرحها اليوم، الاستفسارات الخاصة بالنواب لملف النقل وملف السياحة في هذه اللجنة. أما اللجنة الثالثة منذ قليل كان هناك حديث عن توطين الصناعة وتطوير الصناعة بشكل عام، وهي من أهم الملفات وفيما يخص تحديدا عودة المصانع التي كانت قد توقفت من قبل، وأيضا تيسير جميع الإجراءات لتشغيل هذه المصانع بدون أي عراقيل أو على الأقل محاولة لحل كل هذه العراقيل للوصول للصناعة بشكل عام. شكرا لك على هذه المعلومات الوافية مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من مقر المجلس بالقاهرة.